يا حاج ما يا حاج ما يا ما يا ما يا حاج ما يا حاج ما يا نستهلك كثير هاشدوزو. هاشدوزو هو الماء. نستهلك كثير الماء البارد ونبقى في الظل ونستعمل الشمسية. واليوم لا يمكن نستعمل المظلة لأن حرمين يعني ما فيه يعني والحمد لله. ما بارد حاج ما بارد. We have to drink a lot of water. We have to stay in shades. Don't try to go in the sunny weather. Yeah, and keep the umbrella.